وخليني الاول ابدا بسؤال غير تقليدي. حضرتك دايما في كل بوستاتك، وانا دايما من اشد المعجبين بحضرتك وليك بوستات كتيره قوي، ناس كتيره قوي بتتابعها من كل انحاء العالم، بتكتب في الاخر ما تزعلوش. ايه سر الموضوع ده؟ هو الانسان مش بس جسم، الانسان جسم وروح، والمشاعر ده جزء رئيسي. وفي عندنا شابتر كبير دايما في كل التخصصات اللي هو السايكوسوماتيك وعلاقة الحالة النفسية. هتلاقي حضرتك في أمراض الناس علاقة الحالة النفسية في الحمل والانفيرتيليتي، هتلاقي تأخر الإنجاب بالظبط العامل النفسي ليه وفي القلب كبير. وفي الكورونا والمناعة، فهتبص تلاقي الحالة النفسية مهمة جدا. ده الجزء المسكوت عنه، يعني تبص تلاقي يتكلموا عن حاجات كتير جدا وبعد كده ما يعملش ستريس على النقطة دي، رغم إن الحالة النفسية المستقرة جزء رئيسي لمناعة قوية تقاوم الكوفيد، رغم ان الحاله النفسيه المستقره جزء رئيسي لمقاومه امراض القلب. والزعل طبعا معروف من زمان ان هو بيعمل مشكلات كثيره جدا في كل اعضاء الجسم المختلفه. ودايما انا بحب اربط بين العلم والايمان، يعني مثلا في القران دايما المولى عز وجل يقول لا تحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لما يتكلم على سيدنا يعقوب بيضت عيناه من الحزن، يعني جاله زي كاتركت بسبب الحزن الشديد. انا لما عملت بحث على يعني اسباب الكاتاركت اتضح ان الحاله النفسيه السيئه ممكن تعمل نوع من الاكسيديتيف انجري للعدسه بتاعه العين، ويحصل ميه بيضه في العين بسبب الحزن الشديد. فالحزن الشديد يدمر القلب ويدمر المناعه، وممكن يعمل كاتاركت ويعمل امراض كتيره جدا ويلفها على تخصصات كتير، ويبقى الحل ان هو حاله نفسيه مستقره. لذلك انا لما بقول ما تزعلوش يعني لا تحزنوا، دي يعتبر زي روشته وقائيه او دعوه للتفاؤل عشان نعيش يعني بصحة جسدية كويسة. لازم يبقى قبل منها صحة نفسية قوية وأساسها عدم الزعل وعدم الحزن. واحد هيقول لي طب يعني وإحنا هنعيش في شرنقة وإحنا ما عندنا ضغوط وعندنا مشاكل وعندنا كورونا ونشرات كورونا تملأ الأجواء وكلنا في استرس وضغط؟ أنا مش بقولك إن أنت هتبقى جماد، لا، أنت طبعا متفاعل وكل حاجة، لكن اللي هو الاعتدال في المشاعر، تحط كل حاجة في سياقها. انت لو عندك الايمان وعندك ايمان بالله هتعرف ان العمر واحد والرب واحد، وان سواء بكورونا او من غير كورونا العمر مكتوب ومش هيزيد ومش هيقل، فدي هتهديك كتير جدا. ولما تعرف ان انت لما تهدى هتبقى مقاومتك اعلى، يبقى انت ممكن فرصك في النجاه من كورونا اعلى، مناعتك هتبقى اعلى بالزبط. لما تبقى حالتك النفسيه مستقره وتبقى حالتك النفسيه مرتفعه بالظبط كده. اذا انا لما بقول لك ما تزعلش فدي تعتبر يعني زي روشته وقائيه، بحاول افكرك كل يوم انك تحط كل حاجه في سياقها. نحزن باعتدال ونفرح باعتدال، يعني حتى الفرح يعني هو تطرف في المشاعر بصفه عامه، ده بيبقى له نتائج سلبيه، لكن الزعل هو اكتر حاجه. واعتقد الامام علي قال مره لما سئل عن اقوى مخلوقات الله قال هو الهم. يعني هو الزعل ده اقوى حاجه لانها بتهد الانسان اللي هو كل الكون مسخر ليه. اقوى حاجه تنزل الانسان والزعل او الهم او الهم. هو الزعل ممكن يكسر القلب؟ يعني ممكن حد قلبه يتكسر حقيقة مش بس بنقولها كلاما؟ دي كلمة جميلة جدا من حضرتك، لأن فعلا احنا كنا زمان بنقول ايه ده كسر قلبي. فكان الناس يقول لك ده تعبير يعني استعارة مكنية ان القلب انكسر. لا، العلماء لقوا انه فعلا في حاجة اسمها بروكن هارت سيندروم، متلازمة القلوب المنكسرة أو الكثيرة أو المحطمة. وفي اسم تاني ليه اسمه ستريس كاردوميوبسي، اعتلال عضلة القلب نتيجة الضغوط النفسية والعصبية. لو ان الناس اللي في مقتبل العمر ومعظمهم بيبقوا سيدات، لما بيجي لها صدمة عاطفية وأزمة نفسية، مثلا باباها يموت، تطلق، تنفصل، تجي لها أزمة مفاجأة، بيحصل لها أزمة قلبية حادة جدا. يعني بتشخص في الأول ان هي جلطة في شريان التاجي، ورسم القلب بيبقى زي جلطة شريان التاجي. وحتى جات لي حالات انا في طوارئ معهد القلب وبقى الناي بيطلع نقول دي جلطة، وبعد كده نعمل قسطرة نلاقي الشرايين سليمة. نصور البطين الايسر، نصور البطين الايسر نلاقيه منكسر. يعني ايه منكسر؟ بتلاقي فيه ابيكال بالونج، يعني فيه من نتيجه الادرينالين بكميات رهيبه جدا في جزء من عضله القلب بيحصل فيه شلل وتمدد، اللي هو الجزء الطرفي اللي بيطلع في التوتر العصبي، بيبقى عامل زي البالونه القلب. فما بيضغطش، ما بينقبضش، فممكن يعمل هبوط حاد، ممكن يعمل سكته قلبيه. بس من رحمه ربنا ان يعني المرض ده البروجنوز فيه كويس، يعني ممكن يتحسن وبالادويه بيتحسن وبالاستقرار النفسي ايضا بيتحسن. ده فايده ما تزعلوش.